فضيلتكم شيخ صالح تفسير قول الحق تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية ينهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لأمته أن يطيع كل حلاف مهين. والحلاف كثير الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على الاستهانة به، لأن الإنسان كلما عظم الحلف فإنه يقلل من الأيمان، وأما إذا تساهل في اليمين فإنه يكثر منها. وكثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى عدم تعظيم اليمين، وتدل أيضا على الكذب، لأن الكاذب يحاول أن يستر كذبه عن الناس فيكثر من الحلف. وقد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أو المنفق سلعته باليمين الكاذبة. فكثرة الحلف منهي عنها لهذه الآية وللأحاديث، والذي يكثر من الحلف هذا يدل على عدم أمانته، وبالتالي لا يصدق ولا يصدقه المحلوف له، لأنه لا يبالي باليمين ولا يعظم اليمين الله عز وجل. والمهين من المهانة، وهي التساهل بطاعة الله عز وجل والتأخر عن أداء الواجبات، وكذلك من المهانة أن يكون الإنسان لا يبالي بالأخلاق الطيبة والأخلاق الفاضلة والشريفة. نعم، جزاكم الله خيرا.